ربنا يسعده ويسعد زوجته، وهذه هي الأمنية ديال كل أم، أنها تشوف ولدها بين أحضان يد أمينة، غيثة يد أمينة اللي كنطمأن على ولدي معها. اختيارك العروس. اختياري ديما كنت أنا كنقول يا رب يا رب يا رب سعد يكون من نصيب غيثة، وغيثة تكون من نصيب سعد. 15 سنة وأنا أعرف البنت، كنعرفها من عائلة عريقة، الولي ديالها يعني عريقين، البيبين طيبين وهي طيبة وصبورة، ونالت الصبار كاين الخير، هذا الشيء اللي كاين.